شهدت محافظة القاهرة مواصلة مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق منافذ موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي القلب منها محافظة القاهرة. إن شاء الله عندنا خطة كاملة للجمهورية، ولكن اخترنا حوالي 5 محافظات بدأنا بيهم. احنا النهاردة موجودين في القاهرة، هنتكلم على القاهرة. بنعمل منافذ متحركة في القاهرة، وصلنا النهاردة 50 منفذ متحرك داخل محافظة القاهرة، ثم بنعمل منافذ ثابتة أو شوادر ثابتة في أماكن معينة. النهاردة احنا موجودين في حدائق القبة في شارع مصر والسودان بمنفذ، بأول منفذ وشادر ثابت يتعمل جوه محافظة القاهرة. إن شاء الله خلال الأسبوع والأسبوعين الجايين هنزود عدد المنافذ الثابتة عشان نقدر نوصل لكافة المواطنين. وزي ما حضرتك شايفة الإقبال، احنا عاملين شادر لمدة 20 يوم لبيع اللحوم البلدي، سعر الكيلو 310 جنيه، وفي حضرتك عربيات متنقلة بتبيع بردك اللحمة المبردة وليس المجمدة، سعرها 185 جنيه. أنا طبعا بالنسبة لي كمتطوع، السعادة الحقيقية اللي أنا بحس بيها هي نظرة الفرحة في عيون المواطن اللي هو المستحق للخدمة، لأن دي فعلا الرسالة الحقيقية اللي احنا بنحاول نوصلها للناس. أحيانا بننزل في التنظيم، أحيانا بنفضل واقفين هنا وكده، بنساعد في بيع اللحمة أو مثلا نجمع الفلوس، نفهم الناس لما تيجي تسألنا السعر كام وكده. المبادرة شهدت إقبالا من المواطنين، مع تكثيف الجهود لافتتاح نقاط جديدة بالأحياء الأكثر كثافة بالعاصمة لضمان وصول هذه المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. بصراحة طعلي لحمة ممتازة جميلة وأسعار كويسة، يعني بعيد عن الجشع بتاع الجزارين عندنا. يعني أنا جاي من مشوار بعيد، جاي من إمبابة، فجنب مني بتوع اللحمة هناك 420-450. طبعا المبادرة دي حاجة كويسة جدا، يعني احنا بقى يعني اللحمة اللي برا غالية، بنبقى نفسنا تبقى رخيصة شوية، هنا السعر حلو مظبوط في متناول الجميع. يعني لما أكون لحمة بلدي ب 310، يا ريت المبادرة دي تفضل على كده، إن كل تاجر يعني تلاقيه بيبيع بسعر، في اللي بيبيع ب 400 وفي اللي بيبيع ب 420 وفي اللي بيبيع 350. لو تفضل المبادرة دي على كده يبقى كويس أوي يعني للمواطن، حتى اللي هو الغلبان يعني. ولما أكون بالذات تكون لحمة يعني بلدي كويسة، تبقى مبادرة كويسة إن شاء الله. إحنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي، ووريت سيادتك يا رئيس على طول يفضل الموارد دي على طول كده عشان الناس ترخص كلها تحت اللحمه، والحمد لله يعني لحمه جميله وكل حاجه كويسه الحمد لله. المبادره تقدم لحوما بسعر مخفض وجوده عاليه لرفع المعاناه عن كاهل الاسر المصريه، في ظل التوجيهات الرئاسيه لتوفير حياه كريمه للمواطنين.